يأتي اجتماعنا هذا عقب اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية وحرق المصحف الشريف وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه. الأخوة الكرام، لقد سخرت المملكة جهودها لخدمة قضايا عالمنا الإسلامي، وآمنت بأهمية المنظمة في ترسيخ التضامن الإسلامي وحماية المصالح المشتركة، وقد استضافت المملكة بالتعاون مع المنظمة عدد المؤتمرات خلال العام الماضي، أبرزها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، ولن تجي عنها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين تلك الجهات، والمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة. وفي هذا الإطار، فإن المملكة تعلن عن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.